بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو كيمياء الصف الحادي عشر، وسنبدأ بالهيدروكربونات. إن لم تكن في مشترك في هذه القناة يرجى الاشتراك بهذه القناة ونشرها، وأن تكتب أي في التعليقات ما هي المواضيع أو الملاحظات على هذا الفيديو حتى نقوم بالتطوير كتغذية راجعة لهذه الجزئيات. طبعا في البداية سنبدأ بجزئية الكيمياء العضوية. طبعا الكيمياء العضوية في تعريفه هو علم يختص بدراسة مركبات عنصر الكربون التي تعد عددها ملايين المركبات. طبعا المركبات الكربون هي عبارة عن مركبات أساسية في تكوين أنسجة الكائنات الحية، طبعا ومن هنا جاءت سبب تسميتها بالمركبات العضوية. طبعا لو أتاك لك عللت لماذا عللت تسمى المركبات العضوية بهذا الاسم، فهو كجواب سؤال علل أنها مركب أساسي في أنسجة الكائنات الحية. طبعا ومن هنا سندرس الجزئية الأساسية وهي الهيدروكربونات. الهيدروكربونات هي شريحة مهمة في المركبات العضوية، نجدها في غازات الطهي، في غاز أنضاج الفاكهة وهو غاز الإيثيلين، في أكياس الخضروات وهي من المبلمرات وتسمى بولي إيثيلين، سنتعرف عليها، ألياف المنسوجات وغيرها من الاستخدامات. طبعا هنا سنتطرق إلى عنصر الكربون. في البداية عنصر الكربون ما موقعه في الجدول الدوري؟ طبعا الكربون في توزيعه الذري، طبعا عدده الذري هو عبارة عن 6، فتوزيعه هو 2 4، يعني في المدار الأول يكون 2، في المدار الثاني يكون 4، فموقعه بالنسبة للجدول الدوري هو عبارة عن الدورة، طبعا من القانون الدورة الثانية المجموعة الرابعة. طبعا كيف نعرف الدورة؟ وهي عدد مستويات الطاقة. وكيف نعرف المجموعة؟ هو الرقم الأخير أو الإلكترونات التكافؤ. إذن موقع الكربون في الجدول الدوري هو الدورة الثانية المجموعة الرابعة. طبعا هل يعد الكربون فلز أم لا فلز أم شبه فلز؟ الكربون هو عبارة عن لا فلز. والصيغة الجزيئية، هنا يأتي إليك بسؤال، ما الصيغة الجزيئية للمركب الناتج عن ارتباط ذرة الكربون مع الهيدروجين؟ طبعا هنا نريد أن نتفق على أمر، دائما أن الذرات تحاول أن تصل لحالة الاستقرار، وحالة الاستقرار لابد أن تكون في المدار الأخير هي 8، فبالتالي الكربون هنا في المدار الأخير 4 إلكترونات، ومن أجل أن يصل لحالة الاستقرار يحتاج إلى 4 إلكترونات أخرى، وبما أن الهيدروجين في المدار الأخير هو فقط إلكترون، فهنا سيرتبط مع 4 ذرات من الهيدروجين، وبالتالي يصبح ارتباط الكربون CH4. مثل بالرسم ارتباط ذرة الكربون مع الهيدروجين باستخدام شكل لويث. طبعا هنا بالنسبة لشكل لويث هو نستخدم النقاط للتعبير عن المدار الأخير، والارتباط بالنسبة لذرات الهيدروجين يكون بهذا الشكل. طبعا في حالة أن دائما الذرة المركزية وهي تمثل حسب شكل لويس الإلكترونات الداخلية والنواة، بينما النقاط في الخارجية هي التي تمثل عملية المدار التكافؤ. وهنا بما أنه يرتبط مع 4 ذرات من الهيدروجين وكل ذرة فيها إلكترونات، فبالتالي يصبح هذا الشكل الذي ترونه أمامكم، وهي عبارة عن روابط تساهمية أحادية أو ما يسمى تشاركية أحادية، تساهمية أو تسمى تشاركية أحادية. فنوع الرابطة التي ترتبط بها ذرات الكربون هي عبارة عن روابط تساهمية أحادية أو تسمى تشاركية أحادية. إذن هذه هي الصيغة، وهو عبارة عن صيغة الميثان. والشكل الصيغة البنائية، طبعا هناك صيغة جزيئية وصيغة بنائية. ما الفرق
بين الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية. طبعا أتي لك أسئلة علل بهذه الصورة بهنا تلخيص، لكن لما قمنا بعرضه كشكل أسئلة. لكن ما هو الفرق بين، طبعا هنا سأقوم بإيجاد الفرق بين كلا التعريفين الصيغة الجزيئية. فالصيغة الجزيئية هي عبارة أو عن صيغة كيميائية توضح عدد ونوع الذرات، بينما الصيغة الجزيئية أو البنائية صيغة كيميائية توضح كيفية ارتباط الذرات في الفراغ. عدد ونوع الذرات نستطيع معرفتها وتحديدها في الصيغة الجزيئية، لكن وهنا أيضا نستطيع تعريفها، لكن كيفية الارتباط في الصيغة الجزيئية لا نستطيع، بينما هنا انظروا نستطيع تحديدها في الصيغة البنائية. نرجع للشرح. ذرة الكربون تتميز بخاصية فريدة، هنا ذرة الكربون، وما هذه هي الخاصية؟ هي قدرة ذرة الكربون على الارتباط مع ذرات كربون أخرى فتكون سلاسل مفتوحة، سواء هذه كانت سلاسل مفتوحة متفرعة أو سلاسل غير متفرعة بأطوال مختلفة أو على شكل حلقات. إذن ما هي الأشكال التي تكونها ذرات الكربون؟ هي ثلاثة أنواع. في البداية تتكون عن إما على شكل سلاسل كربونية مفتوحة غير متفرعة بمعنى سلسلة، أو سلاسل كربونية مفتوحة متفرعة بمعنى يوجد تفرعات على الذرات الجانبية أو الذرات في السلسلة، أو على شكل حلقات متناوبة سواء متفرعة أو غير متفرعة. بالنسبة للروابط، ذرة الكربون ويعزي ذلك، يعني لماذا لو أتاك علل لماذا تستطيع ذرة الكربون تكوين عدة سلاسل؟ اللي بسبب خاصيتها القدرة على الارتباط مع ذرات الكربون أخرى، وهذا يرجع إلى صغر حجمها، بمعنى أن ذرة الكربون تستطيع أن تكون عدة أنواع من الروابط، إما روابط تساهمية أحادية أو ثنائية أو ثلاثية. لماذا؟ فتستطيع لو كانت بشكل أحادية ستحتاج إلى أربعة روابط تساهمية أحادية، لو كانت ثنائية تستطيع أن تعمل إما رابطتين أحاديات تساهمية أحادية ورابطة واحدة تساهمية، أو رابطتان تساهميتين تكون ثنائية النوع الثنائي، أو رابطة واحدة ثلاثية ورابطة أحادية بهذا الشكل. فهي الأشكال التي تستطيع أن تتكون فيها ذرة الكربون ثلاثة أنواع. طبعا هنا تمثل الصيغة الهيدروكربونات، طبعا مثلا هنا غاز الطهي C3H8، سنتعرف على كل هذه، غاز البنزين أحد مكونات الفحم الزيوت. انظروا ما العناصر المشتركة، هنا فقط ستجد أنه كربون وهيدروجين. ماذا يطلق على هذه المركبات؟ تسمى الهيدروكربونات. يعني ماذا تسمى هذه المركبات؟ تسمى الهيدروكربونات. إذا هنا نستنتج تعريف الهيدروكربونات. فالهيدروكربونات طبعا هي عبارة، سنتعرف الآن، لكن هي مصدر أساسي للحصول على الطاقة. لماذا؟ لأنها هي المصدر الأساسي في تكوين النفط. وهنا سنأتي إلى تعريف الهيدروكربونات. إذن الهيدروكربونات هي مركبات ترتبط مع ذرات الكربون والهيدروجين فقط. الهيدروكربونات هي عبارة عن ذرات ترتبط فيها كربون وهيدروجين فقط بروابط تساهمية أحادية. طبعا روابط تساهمية سواء المختلفة أنواع سواء أحادية أو ثنائية أو ثلاثية. طبعا الصيغة الجزيئية هي صيغة كيميائية توضح نوع وعدد الذرات التي تكون منها المركب. الصيغة البنائية هي صيغة كيميائية توضح كيفية ارتباط الذرات في المركب. سنأتي لنستكمل الشرح. هنا بما أننا تحدثنا أن الكربون والهيدروجين فقط هما المكونان الأساسي للهيدروكربونات، إذا هنا فقط الميثان البروبان، سنتعرف على التسمية بعد
في درس قادم، والبيوتان هذه فقط، هنا لا بسبب وجود الأكسجين، هنا بسبب وجود الكلور، هنا بسبب وجود الفلور، هنا بسبب وجود الأكسجين. إذن هيدروكربونات هي مركبات تتكون من الكربون والهيدروجين فقط. طبعا في هذه المادة، هذه مادة مختصرة بالنسبة لجزئية الرزم التعليمية، لكن في كتاب الصف العاشر الأساسي، وهنا سأتكلم في جزئية قطاع غزة، هنا فقط في الضفة اختصروا هذه المادة، لكن بالنسبة للقطاع، في القطاع يتكلم عن عنصرين أساسيين قبل أن يدخل في الألكان، وما هي هذه العناصر؟ يتكلم عن الألماس والجرافيت. وطبعا هنا بالنسبة للنشاط، بالنسبة أنا أتحدث الآن عن قطاع غزة، وهناك سيكون مقارنة بين الألماس والجرافيت، وهذا الجزئية بالنسبة للضفة تم لغيها، لكن في القطاع لحتى الآن في الكتاب بما أنهم لا يعتمدوا على الرزم التعليمية موجودة، فترتبط كل ذرة كربون بأربعة ذرات كربون أخرى بروابط تساهمية أحادية، وفي الجرافيت ترتبط كل ذرة كربون بثلاث ذرات كربون أخرى بروابط تساهمية سداسية. طبعا هنا سأريكم ما هذه الجزئيات التي تتحدث في بالنسبة للقطاع. بالنسبة للقطاع سيمر عندك عدة أمور، وهي المقارنة الأساسية، في بالنسبة للمقارنة بين الجرافيت والألماس بشكل أساسي، طبعا اللون أسود أو بني أو أحيانا مائل للرمادي، هنا أبيض، الصلابة أقل من الألماس، صلب جدا، الشكل فراغ سداسي على شكل طبقات، مكعب تكعيبي أو ثماني بعض الأحيان، موصل الكهرباء بالنسبة للجرافيت، رديء التوصيل، درجة الحرارة كما ترون، الاستخدام أقلام الرصاص، البطاريات الجافة، هنا قص الزجاج والمجوهرة. القطاع أيضا يتحدث عن تكرير النفط، هنا قمت بتلخيص لكم، وهي سلسلة العمليات التي تعتمد على التقطير التجزيئي لعمليات معالجة وتنقية، لكن هذه الجزئية ملغية بالنسبة للضفة. بالنسبة لجزئية التقطير هي عملية فصل المكونات والمخاليط الممتزجة طبعا حسب درجة غليانها في برج التكرير، وهي هذه الخطوات بالترتيب. هنا طبعا هذه حل الأسئلة الأساسية في كتاب الغزة، وهي بالنسبة للنشاط 1 صفحة 73، ولماذا يستخدم الجرافيت في صناعة أقلام الرصاص؟ لأنه يتكون من طبقات متراصة بروابط ضعيفة يسهل انزلاقها، وبالتالي تكون هشة فتترك أثر عند عملية الكتابة. الفرق بين الصيغة البنائية والصيغة الجزيئية تحدثنا عنه، وفي صفحة 95 هذه الأشكال، هنا حل الأسئلة بالتفصيل ترتيبها، لكن يأتي لك علل لماذا يوجد مدى في درجة غليان كل مادة من نواتج تكرير النفط، لأن كل مادة تتكون من مزيج من عدة مركبات، فالأقل تسمى درجة غليان الابتدائية، والأعلى تسمى درجة الغليان النهائية، وبالتالي تتخلص من التلوث. طبعا هنا نقوم وبالنسبة لأسئلة الفصل الأول، لماذا هي الحل بشكل أساسي لكل هذه الجزئيات. نرجو أن يكون هذا الفيديو السريع قد نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.